اهلا بيكم معايا من الفاصل، وشايفين الدنيا اتقلبت جنينه جميله قوي قوي قوي. اظن مش حاسين معايا في الحلقه خالص ان احنا في الشتاء، صح؟ لا زوابيع بقى ولا تراب ولا برد، وانا لابسه صيفي النهارده كمان، فمش مديه احساس برد خالص. احنا النهارده معانا ساره منورانا يا حبيبتي. منوره بيكي، ميرسي جدا. شكرا على الزرع الجميل والورد الجميل ده اللي ايه اللي قلب الاستوديو كله كده ربيع. ميرسي ذوقك. مبدئيا ساره وليده مشروع من 3 شهور فقط، يعني الحمد لله البرنامج هو اللي كان طلع اول مواليد اهو. انا سعيده جدا. انا سعيده بيكي جدا حبيبتي. يعني انت من 3 شهور بس اللي قررتي هتعملي بقى اخيرا مشروع. يعني انا اصلا غاويه، يعني انا بحب من زمان الورد والارت وكده، بس ما كنتش متشجعه تبتدي بقى؟ لا، يعني هو بصراحه اول حد كان سبورتد ليا جدا جوزي، هو اللي يعني قال لي لا ما دام انت عندك موهبه لا اشتغلي. الموضوع انا حباه، هو مش موضوع ربح بالنسبه لي قد ما هو انا حاجه بحبها ومبسوطه انا بعملها بس. حلو قوي. انت اصلا دراستك ايه؟ كمبيوتر ساينس. واو، يعني اللي هو يعني فجاه لا انا عايزه اعمل حاجه ثانيه. حلو تمام. جدا. ايه اللي خلاكي بالذات بقى يعني الورد، يعني كنت لما بتشوفيه بتحسي انك عايزه تعملي بالورد حاجه ولا؟ انا بحب الالوان، بحب احس ان بيتي مختلف، بحب الديكوريشن، بحب لا انا بحس ان هو بيدي بهجه وبيدي طاقه ايجابيه جدا بالنسبه لي في البيت. على حاسين بالبهجه اللي معانا هنا دلوقتي وقد ايه المنظر جميل، يعني صيفي صيفي ربيعي ربيعي. طيب اشرحي لنا بقى، انت عامله فتحتي طبعا فيسبوك بيج؟ بالظبط، عملت جروب على البيج وبعدها بدات اشوف اماكن الورد، بدات اشوف هبدا اجيب الفخارات منين. كنت عايزه احس ان انا حد مختلف، مش بعمل حاجه تقليديه، حاجه تبقى شيك، حاجه سامبل، مش موضوع ربح قد ما هو انا حاسه يعني هي الموضوع بالنسبه لي حاجه انا بحبها اكتر يعني. تمام. بس بقى تعمل سيرشنج على الاماكن اللي اجيب منها الحاجات، اتعاملت مع موردين وبدات اشتغل، وبحب اجيب حتى الماتيريالز بتاعت الورد، بحب اتنقاها جدا عشان تبقى عمليه اكتر ما هي كشكل، يعني تبقى ماتيريال وفي شكل في نفس الوقت. انا شايفه برضو انت عامله مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. دي حاجات تعلق في البلكونه ممكن اخرمها وممكن ما اخرمهاش عادي، دي فخارات ممكن تتحط على اي كومود على ترابيزه، يعني انا عامله بحب يعني عامله كوليكشن مختلفه عشان ده. دي حاجات مثلا في المطبخ انا حطاها عندي في المطبخ بتاعي. دي حاجات ديكوريشن ممكن تتحط في الارض. بس هي انا يعني عامله من كل ذوق حاجه مختلفه عشان اكيد كل الاذواق مختلفه يعني. جميل قوي. فعلا حاجه يعني تعمل طاقه وبهجه عامه الالوان. طيب انا بقى سؤال، انت بتعملي ده ازاي؟ يعني اشرحي لنا كده انت بتعملي ده ازاي. بصي، هو هي في كذا ماتيريالز بستعملها، بس طبعا عشان في حاجات يعني منها طينه صناعيه انا بجيبها. دي انا بحطها بديل يعني بديل عشان تبقى البوتس نفسها فيها فوليوم عشان لما اجي احط الورد. بس انا طبعا عشان هي ممكن تبهدل الدنيا فانا ما جبتهاش، بس هي طينه صناعيه بتتجاب من اي حد، تحطيها بتنشف بالميه، تحطي فيها الزرع. دي ده ورق فوم عادي ممكن يتجاب من اي مكان. اوكي، بعمله برده بسيركل كده بالمقص، بقصه على قد البوت. دي نجيله صناعي بتتحط برده على حسب يعني على حسب شكل البوت هتتحط فين. دي لو حاجه باينه بفضل ان احط فيها نجيله صناعي احسن. لكن لو حاجه مش باينه بحط فيه برده بديل الزرد ده انا بستعمله. بس صح. وبعدين بتروحي ايه مدخله فيها الورد؟ طب يلا ابتدي. اوكي وريني. انتي بوتس طبعا بتشتريها؟ بشتريها. بصي، في ساده بقى. وانا في يعني في كاستمرز بيبقوا عايزين حاجات ملونه. فانا على حسب، انا يعني ممكن الونها براحتي، ساعات بدي تبقى جايه لي لونها طوبي خالص. انا اللي بلون بجد. بالوان مخصوصه بقى علشان ايه؟ انا بحب الالوان اللي يعني تبقى مبهجه شويه. اقصد الوان مخصوصه تثبت على الفخار. تمام حلو قوي. انا هعمل واحده دلوقتي. اوكي، ده ورد طبعا انا قصاه لان هو يعني عشان برضو الوقت. ممكن احط ده في فيشه؟ عندك فيشه تحتيكي على طول هنا موجوده اهي اهي. تمام، مسدس شمع. تمام، سيبه بس يسخن شويه. اوكي، بس هو انا هقول الستبس مبدئيا يعني لحد ما هو يتعمل. هو المفروض ان انا بحط الورد كده. اوكي، انت ليكي ببقى قصاه طبعا. عشان ما يبقاش طويل قوي. ليكي بيج على الانستغرام؟ على الانستغرام، وليا بيج على الفيسبوك. اسمه ايه اللي على الانستغرام؟ فلاور ستور هاند ميد. اوكي، هو والباك جراوند بتاعتها هتلاقي شكل البوتس بتاعتي دي. تمام. اوكي،
بتعملي بقى طلبات حسب ما كل شخص برضو حابب شكل بالزبط. الورد والالوان بالزبط. والكلام ده كله والمقاسات وكده. انا شايفه انت عامله مقاسات كبيره قوي كمان يعني حاجات انا في عندي حاجات غير دول بس طبعا عشان المكان انا ما كانش ينفع اجيبهم كلهم. بس في حاجات اكبر. شايفين مثلا هنا، تعالوا هنا كده بصوا المقاس ده، ده حلو قوي مثلا. ده طوله متر 5 سنتي. متر 5 سنتي ده حلو جدا قدام البيبان، في الطرق اللي هي بتبقى قدام الباب، بتبقى بتدي شياكه كده، وعند مداخل العماير بتدي شكل حلو قوي. بس انا مش عارفه الطاقه بقى، الطاقه عشان كنت بقول طاقه ايجابيه طبعا. الالوان بتعمل طاقه ايجابيه طبعا. بس كنت سمعت طاقه، ان الطاقه اظن الورد المجفف، المجفف مش الصناعي صح؟ المجفف. هو الورد المجفف هو اللي بيجيب طاقه سلبيه، لكن لا مش الصناعي خالص. يعني انا بقيت 3 شهور عمري ما حسيت بطاقه سلبيه في البيت، بالعكس. يعني موضوع الطاقه السلبيه دي عايزين ان شاء الله لما نتكلم عليها. صحيح، عايزه اقول لك على حاجه، في زرع البامبو برضو ده انا هشتغل فيه قريب ان شاء الله. ده اكتر حاجه بتجيب طاقه ايجابيه في البيت بجد. ايوه الوقت جدا جدا. انا بس انا برضو عشان هو بيتحط في بوتس ازاز، فده ما كانش ينفع برضو اجيبه عشان الطريق وعشان ما تكسرش مني. يعني عايزه ان شاء الله اعمل حلقه عن الطاقه الايجابيه والسلبيه، نخلي بالنا من ايه في البيت ونعمل ايه عشان نجيب الطاقه الايجابيه في البيت. بتفرق يعني حاجات بسيطه زي مثلا ازاز مكسور عندكم، مرايات مكسوره تتخلصوا منها لانها فعلا بتعمل طاقه مش كويسه في البيت. ما يبقاش عندكم صبارات، يعني بلاقي ناس كتير قوي حاطين زرع الصبار كده قدام بيتهم وجوه البيت وعلى طول عايشين في نكد. فالصبار من الحاجات برضو اللي مش كويسه خالص. في حاجات كده ان شاء الله لما نتكلم عليها بتفرق. هو انا كده يعتبر خلصتها بس طبعا بسرعه عشان وقت البرنامج. بتلزقي بقى الحجر عليه. ده زلط، ده زلط الوان، في منه اسود وفي منه ابيض وفي منه لون تاني، بس هو انا بفضل الاسود والابيض عشان بحسهم بيدوا بالانس بين الالوان كويسه يعني. تمام حلو قوي. بس كده هي ما خدتش وقت خالص. تسلم ايدك فعلا كدا. سريعه جدا وشكلها لذيذ. حلوه قوي، بصوا جميله قوي قوي. تسلم ايدك فعلا، حاجات سيدي. فنيه وبسيطه، ومبروك انك ابتديتي وان شاء الله يا رب تكملي وتعملي بقى. يعني تتفقي مثلا، بصوا انا بحب ادي افكار، اوكي يعني كل واحد حسب ما يحب. تتفقي مثلا مع حد يعني كان عندي مثلا حد بيعمل هنا لفات شوكولاته، تمام، كانت بتعمل هدايا لفات حلوه جدا، تمام. تتفقي معاها تعملوا كوبريشن مع بعض بحيث مكي. ان هي مثلا تجيب لك شوكولاته وانت توفقي عليها شكل البازه وتبقى هديه مثلا، تمام. يعني حاجات كده، او مثلا في ايفنتس بيبقوا عايزين توضيب شكل معين، تمام. لو في ضيوف او كده او ايفنت معين تقدروا برضو انت تعملي طريقه الزرع، هي تحط الشوكولاته رصه معينه، تمام. تتفقوا مع كيتر يعني تظبطي مع ناس ثانيه تكملوا شكل ان شاء الله صوره معينه بتبقى الناس عايزاها ان شاء الله ان شاء الله. انت نورتيني النهارده، عايزه تقولي اي حاجه؟ لا لا، انا عايزه اقول بس ان اي حد فعلا عايز يبدا اي مشروع ما يترددش وياخد الخطوه، لان الموضوع مش صعب والموضوع فعلا نفسي مريح جدا. بس كده مبسوطه قوي قوي ان انت بتشجعي الناس، عشان انت نفسك اتشجعتي الحمد لله من البرنامج. في حاجه بقى انت نسيتيها. ايه هي؟ انت نسيتي تقولي انك انت خسيتي. انا خسيت 7 كيلو على ال10 نصايح، بس لسه انا بادئه بقالي شهر بس. الحمد لله انا مبسوطه. شهر بس واخد 7 كيلو يعني. لا بس انا كان عندي عزيمه من بصراحه من الامثله اللي انت بتجيبيها. سعيده جدا بالناس اللي هم جم في ميزان حسناتهم ان شاء الله، لان كل الناس اللي بتيجي بتبقى قدوه للي بعدها. فانت الحمد لله ابتديتي الحمد لله. طبعا ال7 خطوات اللي هي احدث من ال10 نصايح عملتيها شهر واحد وخست 7 كيلو. انا متفاجئه جدا دلوقتي، انت قلتي خسيتي بس ما اعرفش قد ايه. هو انا في شهر بالظبط، بس يمكن عشان الشتاء وكده ولسه، بس انا لسه مكمله ان شاء الله. في ناس بتتمنى تنزل 5. لا لا ان شاء الله 7 ما شاء الله حلو قوي، وان شاء الله تكملي ان شاء الله. انا سعيده بوجودك النهارده معايا. وانا سعيده معاكي. ميرسي، شكرا. يا رب الفقره تكون عجبتكم. هنروح لفاصل وهيكون معانا ضيفه بقى خسّت 15 كيلو بعد الفاصل ان شاء الله.